انا اتفق صراحه، ما تنعرفش الاعداد، ولكن كاين واحد المكتب عالمي ديال لونو، ناسيونز اوني، في جنيف، سميتو WIPO، داكور، سي World Intellectual Property Organization. سي l'office de la propriété intellectuelle. Voilà. Et cet office-là, d'ailleurs, يعني الناس اللي تيهتموا بالعلم والى اخره وهادشي الاختراعات، خصوصا الصحفيين، تنقول لهم حاولوا تشوفوا في هذا الوايبو وسولوا واش هذا الانسان مخترع ولا ماشي مخترع. شحال مره تيقولوا واحد الانسان اخترع، تنقلبوا عليه تلقاو ما عنده حتى شي براءه. اذا هذا الشيء غير باش الصحفيين تيمكن لهم يمشيوا لهذا الموقع، راه يعني مجاني، وكتدخل وكتلقى تكتب غير الاسم ديال المخترع وكتشوف شنو عنده. اذا اذا كتبتي الاسم ديالي في وايبو غتلقى 188 براءه الاسم ديالي. نعم هذا اللي انا اللي عارف. اذا 188 براءه، هادشي ما تيدلش بان عندي 188 اختراع، لان اختراع واحد تيمكن له يعطيك ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه ديال البراءات على حسب الدول. بحال دابا كاين براءه في امريكا، براءه الى اخره الى اخره. إذا في المثال هذا الاختراع هذا أعطاه 5 البراءات. نعم مصدق. المغرب زعما حتى مغربي لاصقة فيها، ما يمكنش تشوف غير اللهجة ديالي فاسية. إذا أنا ماشي غير مغربي، أنا فاسي، وماشي غير فاسي، واحد الحي يعني خاص فاس. إذا هادشي كله من الهوية، يعني من الإيدنتيتي ديالي هي أنني مغربي، ما عندك لين عليها، فهمتي؟ بعد لا عندي جنسية فرنسية، الأصدقاء ديالي الفرنسيين تعرفوني بأني مغربي قبل ما نكون فرنسي. إذا هادشي يعني الواحد بطبيعة الحال تبقى، يعني أنا بطبيعة الحال مفتخر بمغربيتي في المكان، في أي يعني مناسبة عالمية. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.